وبالنسبة للمجهودات اللي في النادي والإمكانيات هي كلها مجهودات ذات من أكثر الشباب متطوعين. باي ونعاني من مشاكل الملعب، عندنا الملعب بالهون والإمكانيات ضعيفة شوية، برغم أن جن كم شركة هنا وجاء الاتحاد برم وشاف النادي وشاف، وكل يوم يوعدوا فينا بمواعيد وما يصير شيء، عارف كيفه مواعيد يوعدوا فينا ما كانش. وتواهي نظرة شوف أنت الشباب يتمرنوا على تراب حمر ومش مفيد لهم، لكن الله غالب بس بنديره. سريع هاي اكسر ما تلحش ما تلحش ياخذ الخصم زي ما تلحش هوب سريع هاي 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 اطلع يا راجل اطلع يا سمير هذيك ايوب الرساله موجهه للاتحاد العام يحاول انه يعاونوا مع النوادي اللي هن بالذات المناطق، يعني المناطق تشوف انت وقت كريت ما فيش ملاعب حديثه يعني معشبه باش تحاول ان الرياضي يتمرن تكون قادر على التدريب، المدرب حتى يكون قادر على التدريب، النادي لما يجيه الملعب ويجيه الامكانيه ويكون فيه بنيه تحتيه حتى الرياضي الجديد عنده نفسيه انه هو يجي يتمرن وله صحيه في نفس الوقت، لكن التراب كيما الله غالب.